السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الدجاج بالرز، هي طريقه هنديه. هنا عندي واحد جوج دجاجات صغار من فئه 800 غرام مقطعين على اربعه. كميه الدجاج او كميه الرز كتبقى اختياريه على حسب عدد افراد الاسره. عندي هنا التوابل، عندي هنايا قرفه، عندي هنايا ورق لورا، عندي فلفل احمر، فلفل اسود، عندي قعقله اللي هي حبهان، عندي كاري، عندي كركم، عندي بصله مقطعه صغير، عندي هنايا ثوم مدقوق مع زنجبيل فريش. هذا زنجبيل فريش يعني نجيبوه ونغسلوه نقشروه يعني بحال هذا، ها هو كيف ما كتشوفوا، ونحكوه تقريبا ملعقه ملعقه كبيره. عندي معجون طماطم، صلصه الطماطم واحد جوج معالق، عندي هنايا بقدونس مقطع صغير، عندي واحد دانون مسوس اللي هو زبادي، وعندي هنا شويه النعناع فريش، وطبعا الزيت. هنا جبنا واحد الكميله هكا كبيره، حطينا فيها الزيت تقريبا واحد ربع كاس، حطيت البصله، حطيت الدجاج يتقلى مع البصله، غادي نزيد ثومه وسكينجبير اللي قلنا فريش. من بعد ما تقلى لنا البصل والثوم والزنجبيل غنحطوا دابا التوابل وغنزيدوا عليهم الصلصه ونخليوه. من بعد ما حطينا التوابل وحطينا الصلصه وخليناهم تقلى شويه، غادي نزيد واحد ربع كاس ديال الماء ونخليو الدجاج يطيب حتى يدخل لينا، اولا نص كاس، من ربع حتى نص كاس، ونقصوا البوطه ونخليو الدجاج يطيب شويه. هنايا عندنا الرز كيف ما كتشوفوا، عندي هنا كاس ونص ديال الرز، انايا غسلته ورقدته في الماء طيب مده واحد ثلث ساعه، ومن بعد غادي نطيبوه بوحدو. هنا عندي الماء ديال الرز، ها هو تيغلي، غادي ندير فيه كيف ما كتشوفوا، عندي قرنفل، عندي فلفل اسود حبوب، عندي ورق لورا اللي هو ورق الغار، وعندي شويه اسمها دي الشمر اللي هو حبه حلاوه، وطبعا الملح. غادي ندير الرز يغلي وغنخليه يطيب تقريبا 75%، ماشي 100%، يعني يبقى لي واحد شويه على يكمل الطياب ديالو، حيت غادي نكملوه مع الدجاج. هنا كيف كتشوفوا ها هو الدجاج تقريبا طاب، غادي نزيد دانون مسوس اللي هو زبادي طبيعي، وغادي نزيد شويه النعناع والقزبر ونقلب. وهنا كيف ما كتشوفوا ها هو الرز، هنا راني دايره هنا، شوف غير يغلي واحد 5 دقائق وغادي نصفيه. المهم هذا هو الدجاج كيف ما كتشوفوا، ها هو ملي طاب، وهذا الرز ها هو ملي تسلق كيف ما كتشوفوا. الطريقه كيش كنديروا، كنجيبوا الدجاج كيف ما هو، كنهزوا الرز نحاولوا نحن نديرو فوق منه، الرز طبعا مش ما يكونش استوى 100%، يعني 75% بحال هكا، يعني يفضل واحد 10 دقائق او ربع ساعة اللي هو غادي يزيدها مع الدجاج طبعا اللي غادي نسدو عليه. ملي درنا الرز على الدجاج، هنا عندنا هذا بصل مكرمل، عادي كنشدو بصل كنقطعوه كنديروا عليه شويه مليحه وشويه دقيق او لا مايزينا اللي هو نشا الذره، وكنقليوه عادي بحال تنقليو البطاطا عادي حتى يتحمر ياخذ لينا اللون، تنقولوا ليه بصل مكرمل هكا، كنديروا شويه هو للتزيين، نديروا شويه هكا فوق الرز، كناخدو شويه البقدونس حتى هو مفروم
نديرو شويه هكا. من بعد كنجيبو واحد يعني زبده او سمنه نسيحوها حتى هي، ندير واحد جوج معلقات بحال هكا، من بعد هنا عندنا الليمون معصور اللي هو الحامض حتى هو غندير واحد معلقه او لا جوج. من بعد هنا عندي الزعفران، الزعفران ذوبته شويه الماء، كندير الملون اولا زعفران شعره وذوبيه شويه الماء، غندير منه غير نقيطات بسيطه هكا. من بعد نجيب الطبقه الثانيه ديال الروز، وغادي نتبع نفس الخطوات اللي انا درتها. غادي ندير طبعا شويه البصل، ندير شويه بقدونس كيف ما درت في الاول، غادي ندير في الثاني، غندير الحامض غادي ندير زبده او سمنه، طبعا ماشي السمن المغربي، انا تنقصد على السمنه اللي تستخدموها الشرق او الخليج، السمن المغربي طبعا حنا عارفينه انه يكون مالح شويه. ندير نقطات هكا من الزعفران ونقيطات، بابا بابا خلاص ممكن ندخل. من بعد كنجيبو الغطا، يا اما نغطيوه بابي الومنيوم يا اما فوطه ديال المطبخ، نحاولوا نغطيوه بحال هكا ونديروا الشياطه تاعت الروز من التحت ونحطوه على نار هادئه تقريبا واحد ربع ساعه ونطفيو عليه او ثلث ساعه ونطفيو عليه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال الدجاج بالروز، هي طريقة هندية ومعروفة في الخارج بالبرياني. كنتمنى عجبكم وتجربوه وبالصحة والراحة.